نتابع هذه الصور التي بثها الجيش الإسرائيلي لتوغله في مناطق في قطاع غزة. هذه الدبابات التي نشاهدها الآن، هذه اللقطات التي نتابعها هي صور بثها الجيش الإسرائيلي لعمليته التي يقوم بها الجيش الآن في قطاع غزة لما يطلق عليه التوغل البري. نشاهد فيها الدبابات وهي تتوغل في قطاع غزة، وعدد من التحركات الميدانية التي يجريها الجيش والقوات الإسرائيلية في داخل القطاع، بالإضافة طبعا إلى هذه الضربات الجوية التي كنا نتابعها قبل دقائق. اليوم طبعا رصد توغل بري في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى ضربات جوية استهدفت عدة مناطق، سلسلة من الغارات الجوية في شرق قطاع غزة، بالإضافة إلى توغلات أيضا لمدرعات ودبابات إسرائيلية في مناطق مختلفة كانت قبل قليل كنا نتابعها على الهواء مباشرة. مرة أخرى نذكر، هذه لقطات بثها الجيش الإسرائيلي لتوغله البري في قطاع غزة اليوم. الجيش الإسرائيلي طبعا ينفذ ما يقول بأنها المرحلة الثانية من عملياته في قطاع غزة، والتي يعتمد فيها على تكتيك المناورات والاستهداف المباشر للأهداف التابعة لحركة حماس وضرب البنية التحتية لإضعاف الحركة في قطاع غزة، وهي ما يسميها الجيش الإسرائيلي بالمرحلة الثانية، والتي قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي بأنها ستكون طويلة وصعبة. حتى الآن نذكر بأن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة تعدى 8000 قتيل، إذن 8306 قتلى في الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، حصيلة العمليات والقصف والهجوم والتصعيد الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، بينهم 3457 طفل قتلوا ضحية القصف الإسرائيلي المستمر والهجوم الإسرائيلي المتصاعد في قطاع غزة. صور إسرائيلية إذن تأتي من الجيش الإسرائيلي للتوغلات البرية التي يقوم بها وينفذها على جبهة غزة.